كفاني يا دياب، عملتني ورحت أسوان مع وش ترجع تاني ليه، وانت ما توحشتنيش زي ما انا توحشتك. ارجع يا دياب، هي من الحلوة هتعاود تاني. انت بتحددي نفسك يا ماما؟ انت واقف تتصنت عليا يا واد. لا يا ماما انا ما اقصدش، لكن انت متزوجة ده كله ليه؟ متزوجة لحالي ولا هوزنت في نفسي بالحي بعد المزغوط كامل ما طلقني؟ اهي جوازة اتحسبت علي والسلام. انا رايحة عند جدك في السراي. ليه يما؟ من غير ليه يا روح امك. مية ألف جنيه بالهناية دي؟ صالح. ايه؟ ازيك يا صالح؟ زين. فرحة عاملة ايه؟ زينة. خير يا هنية؟ في حاجة؟ دياب قصدي هي لسه ما رجعش. لا ما رجعش يا هني. رجعش. الله يستركم. قولوا لي هي ما فين. لسه هني يا مرة يا سو انتي. اني مش قلت لك لو لقيتك هني مرة تانية اني هقتلك؟ ما قلت لك ايش كده ولا لا؟ انتي حكايتك يا مرة انتي. تلاقيه عشيق الدياب، هو يحب الاشكال دي. دياب؟ دياب مين بس يا ست اللي بتقولي عنه؟ اني هوريكي كيف تتعلمي تسمعي كلامي وما تعوديش هنا مره ثانيه. يا هنيه انا قلت لك مالكيش دعوه بدياب. يا هنيه 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 يا هموتك هموتك. هذه الليلة السودة كأنها ماتت. شدوا حيلكم يا رجالة، عايزين نخلصوا من الحفر النهاردة. هم أمال الله يعينكم.
حاجه يا باشمهندس، لقينا جثه. جثه ايه دي؟ يا نهار اسود. بتلمي خلاجاتك ورايحه على فين يا ام؟ رايحه مطرح ما جيت. وانت لحقتي تقعدي معانا؟ بتروحي بتجي زي الضيف. معلش مش خلاص طمنت على جوزك؟ خلاص اروح مطرح ما جيت. لساكي زعلانه مني يما؟ لا انا ما زعلانهش من حد. خلاص صحي مش زعلانه؟ لا ما زعلناش. هزعل من ايه؟ ورايا مصالح. ان شاء الله دايما يبقى ورايا مصالح وافضل راحه جايه على رجلي. ما تحوجنيش لحد يا رب لغايه اخر يوم في عمري. اللهم امين. اقفل الدولاب. الحمد لله على السلامه يا ابوي. الله يسلمك يا ممدوح. انا قالوا لي على فكره على كل حاجه عملتها، وقالوا لي على سؤالك على رشيده وعلى اخواتك. دول لحم ودم يا ابوي. انت راجل يا ابني، راجل ورفعت راس ابوك. اشرب الشاي بتاعك. مالك يا ابوي؟ حاسس زي ما يكون فيك حاجه. مفيش حاجه يا ابني. المهم بس مش عايزك تكون انت زعلان مني عشان ما قدرتش اعمل لك الحاجه اللي كنت عايز تعملها. انا عمري ما زعل منك يا ابوي. اه بالمناسبه نسيت اقول لك على حاجه مهمه. جوز بسمه اتقتل. ايه؟ ازاي؟ مين اللي قتله؟ محدش يعرف يا ابوي. دي قلت لها على الحكايه دي؟ لا قلت اعملها لها مفاجاه. احسن برضك. صباح الخير. صباح الخير. ناموسيتك كحلي، احنا بقينا الظهر. أنا مش قلت تصحى من بدري وتروح مع الباشمهندس هلال تبشر على العمال وهي بتحفر؟ قلت ولا ما قلتش؟ معلش يما معلش، راحت عليا نوم. يا سلام. باشمهندس هلال سايب لي الأرض والعمال وهي بتحفر وجاي لي هنا؟ لقينا جثة في الأرض يا أم صالح وبينها قتيل. إيه؟ قتيل؟ ايوه قتيل. واني بلغت المركز وعتاج النيابه دلوقتي وهيحققوا في الموضوع، وجيت اقول لكم طوالي. جثه مين دي؟ ما عرفش، بينها مدفونه بقالها سنين كثيره قوي قوي. الارض دي في انهي ناحيه؟ جنب التبه في الناحيه الشرقيه بره الصفوانيه جنب الطريق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا خليل، ازيك؟ كيفك يا أستاذ أحمد؟ ازيك؟ الحمد لله على السلامة يا أستاذ خليل. الله يسلمك يا ممدوح، الله يسلمك. اقعد يا خليل اتفضل. أني جيت أطمن عليك يا أستاذ أحمد قبل ما أروح الجورنال، لأن يعني أبوي عمل لي مشكلة كبيرة، كان عاوزني أستجيل، بس أنا قلت له لا، والضربة اللي ما تقتلنيش تجويني. يا هانم، اعملي شاي لأستاذ خليل بعد إذنك. سايق عليك النبي. سايق عليك النبي يا صالح تقول لابوك حضرة العمدي ان ولدي ما كانش يكسب؟ ده لسه صغير وما يعرفش مصلحته، وابوك هيفضل عمدتني وتاج راسنا طول العمر. دلوقتي بتقولها يا عواد. ده انا غالي صح، قطعت قلبي غور في داهي. غور احب على يدك يا سيدي. قال لك غور في داهي؟ والله ما كان يكسب. بطل رد وشوف اللي وراك. أنا ما فاهمش أبوك ماله تخربتك ده ومسكوا الكوف من ساعة ما لقيوا القتيل اللي في الأرض اللي هيحفروا فيه. أبويا هيجلج ليه يعني؟ مسألة بس فيها سين وجيم، وأبويا ما بيحبش وجع الراس. أو كلب وغرب ده هي. أنتوا لازم تقتل لكم قتيل واتنين عشان ترجع هيبتكم في الصفونية تاني. يا فروجي ياكل ليه؟ دي فايدة يا صالح، انما الاشكال دي فايدتها ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا خليل؟ بخير يا حجه الحمد لله. يستاهل الحمد. فينك يا ممدوح؟ اتوحشتك قوي. موجود يا حجه. احنا بنفرح قوي لما نشوفك.